فالذكر شعار الفقر. يا رب أنا فقير فأكثر من ذكرك لأنك الغني. الفقر علامة الأنس في زمن الغربة. يا رب أنا لا أشتاق إلى أحد ولا أشعر بالأنس إلا مع ذكرك. الفقر هو زاد المعية. قال الله عز وجل في الحديث القدسي، وانظر إلى هذه الرواية العظيمة في صحيح مسلم، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إن ذكرني، فإن ذكرني في ملأ فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. في نفس الحديث أيضا ربط التقرب إلى الله بالذكر، وكأن الخطوات الأولى والنهائية في السير إلى الله لا تكون إلا بذكره. في نفس الحديث، وكأن من أحسن الظن بالله أكثر من ذكره، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. على طول الذي يحسن الظن بالله يكثر من ذكره، لأنه لا يشعر بالطمأنينة إلا إذا ذكره. أنت لما تكون واقع في مشكلة وتيجي سيرة واحد قريبك صاحبك واسطة كبيرة فبتهدى وبتطمئن، تقول آه كويس والله إنك فكرتني بفلان، أنا كده اطمنت إن الموضوع هيخلص. كذلك الإنسان إذا وقع في كرب شديد ذكر الله فزال الهم، اطمأن. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. لذلك بوب القرطبي في المفهم في شرح ما أشكل من صحيح مسلم، فقال باب الانشغال والتسلي عن الفاقات والآفات بالذكر. لما بيحصل الإنسان يقع في فاقة وفي مشكلة فيتذكر الله عز وجل فينسى الهم،